وهلا حديث البلد مع جورج دياب. شو جورج دياب؟ الكراسة؟ ايه لا النطة ولا ديك محسوب النطة؟ ايه محسوب عليك. النطة قوية كتير أول شيء. شو هالكباش من الأول فايت بكباش أنت وصاف؟ خبروني إنه بدي نط بس لو عارف هالقد ما بيجي. لا لأنه ناطط بحياتي كتير بس هالقد لا. أنت بتحمل أصلاً جورج. سلم عليك. بتحمل مين؟ بتحمل عليك. جورج دياب اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. يلا هيدا وسام عم بيعمل لك مساج حتى نكون هيك كلنا جاهزين. جاهزين يلا للمقابله. يلا جورج دياب انت ممثل لبناني قدير ومعروف مخضرم ومخضرم وقدير ومعروف من حوالي 30 سنة وخفيف الظل ومعدوم ومحبوب يعني كلهم هيدول مش كتار فيك. برصيدك عدد كبير من الأعمال بين مسرح وتلفزيون وسينما وانت ضيفنا الليلة بعد مشاركتك بمسلسل حلوة وكذابة اللي عم نتابعه مساء كل أحد على الام تي في يعني بده يجي دانسينج وذ ستارز محله بس حتى يخلص المسلسل. لا من حلو لأحلى احلى يعني مفهوم وبمسرحيه يعني بعد مشاركتك بالمسلسل وبمسرحيه اقدم لكم وطن اللي عم تنعرض بكازينو لبنان. جورج دياب رغم انك برحت خلفيه امشي نعم لا بدنا نسمع صوتك نحن. جورج دياب رغم انك برعت بالادوار التراجيديه اللي يعني هي اقل يعني نسبه من الادوار الاخرى اسمك كثير انربط بالكوميديا ليش؟ ما بعرف ليه بس انه حلو انه الواحد بالاخير يكون تابع لشيء كاتيجوري يعني كاتيجوري معين. جورج لحظه في شعره واقفه هون ومصره انه لا اتركها اتركها لا ظبط لك اياها عن جد برافو وسام بتظبط لا حلو هي على النطه ضلت فوق هي لا الحلو انه بالشغله اللي مرقنا فيها انا سميتها يعني تمثيل بالاكواريل يعني نعم انه تمثيل ناعم هادي ويقدر يوصل شغلات حلوه دائما الواحد بيكون طموح انه يوصل اكثر هلا وين وصل كيف بده يوصل لوين بده يوصل هيدي شغله معقده كثير هلا وصلت لقلوب الناس وبعتقد هيدا اقصى شيء بيقدر الانسان يوصل له وبعدين قديش تتراكم الاعمال هيدا صفى شيء ثاني. جورج دياب انت مواليد 1949 عين قبل الجنوب خلقت ببيت بيتالف من اربع شباب واربع بنات وبعمر 8 سنين بس قررت انك تصير ممثل. مزبوط. معقوله انه جارتكم هي اللي رسمت ما زلنا عم نحكي اكواريل هي اللي رسمت لك مستقبلك؟ انا رجعت حضرت الفيلم ما لقيته حلو قد ما خبرتنا هي جارتنا. حضرته يعني هيدا سفن براذرز ما هيك؟ حلو كثير وكل قبضاي يعني له قصته وانا قلت لما يطلع لي على بيروت جارتكم نزلت على بيروت ورجعت اجت خبرتنا القصه يعني اجتمعنا بالحي كذا على القنديل نمره 4 بتعرفي صار خبرتكم القصه خبرتنا الشغله وتعلقت فيها يعني عشت الحلم عشت القصه مع عشت التمثيل حبيت يعني. انه كيف بيتساعدوا بعض وكيف انه بيعيشوا مع بعضهم وحبيت البطوله اللي عندهم وكذا وهي جارتنا كثير بتعرف تخبر فانا انبسطت كثير فيها هيئتها حكواتيه اصيله يعني جارته لميشيل شو كانت؟ كمان بتعرف تخبر كمان تطلع هيك ميشيل خبرتني قصه عنك جورج دياب سنة 1973 تخرجت من كلية الفنون ومن بعدها توالت عليك الأعمال وكان أبرزها مسرحية عريسين مدري من وين للكاتب مروان نجار بس بعدك بتعتبر أنه الأستاذ مندور للكاتب مروان نجار كمان هو أهم دور لعبته بحياتك ليش؟ ثاقبت أنه كانت تقريبا بفترة أنه كان في تلفزيون واحد وكان في هال 13 حلقه بطوله يعني والحلو فيه انه كان منوع لدرجه انه كان يعني كبرنامج كان طريف بموضوعه
وموضوع اللغة العربية موضوع كتير بيطال فئات كتير كبيرة من صح. العالم يعني أطفال معلمين وأساتذة. شو كان مشاهد بكفي؟ لا لا عادي ما بكفي لأنه بدي تذكرنا بدي تذكرنا بالغنية. شو كانت تقول؟ مهما نبرم مهما ندور مهما توفي الماما ندور ما منتعلم عربي إلا عطريق استاذ مندور. اللغة العربية جميلة جدا شرط أن يبتسم المعلم والاستاذ مندور بحور وبدور بحور وبدور وبعدين شو؟ بيرجع لسيبوي وبيرجع ل سيبوي يعني قد ما يتعلم الواحد بضله لازم بدل في مرجع جيب. يعني ناقصه ياخذ ينهل من هالمرجع. جورج دياب كان عمرك 47 سنة لما تزوجت من بنت ضيعتك سعاد الديك واللي بتصغرك ب 17 سنة وزواجك أسمر بنتين كتير حلوين سارة 15 سنة وماريا 13 سنة الله يخليهم. اليوم عم نشوفك بمسلسل حلو كذابي على الام تي في مع دليدا خليل وزياد برجي مسلسل خفيف الظل يعني لدرجة. قبل ما نكفي سوا خلينا نشوف هالمشهد لألك من حلوة وكذب بس حتى نقدر نشوفه بدي أطلب منك تطلع بالكاميرا بدك تقول على طريقة الأستاذ مندور شغل التسجيل باسم فلنبدأ العرض باسم فليبدأ العرض يا باسم فلنبدأ لك شو بعدك واعي يا بي؟ ناطر الست أختك اللي ضهرت وما خبرتني واللي صارت الساعة واحدة وبعد ما رجعت على البيت طول بالك يا بيي سهرانة عند أصحابها هلأ بتجي ايه بدون ما تقلي بدون ما تاخذ إذن بدون ما تعمل لي اعتبار إيه لما ترجع لدعوسة الدعوس لكسرة لأفقع زفة بعمرها ما أكلت مثلي. جورج دياب بحلوة وكذابة بتلعب دور دومت وهو بي لسبع أولاد أو سبع حالات وعم بتحاول تلحق عليهم قدر المستطاع. أنت بطبيعتك وبحياتك بتتعامل مع بناتك بنفس الطريقة بنفس الأساوي بنفس الحنية يعني هي ما في أساوي ما شفنا أساوي شفنا هيك يمكن حزم بس حنية إنه يكسر وبده يحزم وبده يكسر وبديك وبعدين بحن البي هيك عادة وفي طاقة إيجابية يعني كتير بتحس بينك وبينه الله يخلي لك إياهم. جورج دياب اليوم عم بتشارك كمان بمسرحية أقدم لكم وطن للكاتب أنطوان غندور والمخرجين ريمو جبارة وجابرييل يمين واللي عم تنعرض على مسرح كازينو لبنان. هالمسرحية بتتناول حياة البطرك الحويك وبتأدي فيها دور الخوري جناديوس اللي بيهتم بالرعية. عن أي وطن عم تحكوا بهالمسرحية؟ لونا جناديوس خوري ضايع بيت بلعيس من لحف اهدن شمالي وجاي شمالي بس كان دائما يمرق هالضيع ويطلع على البطركية ويعود يرجع كثير حلو لازم الخوري القديم اللذيذ اللي يعني اللي عنده انسانيه فايقه هذا هو دوره القريب من الناس قريب من الناس قريب من الله وقريب من الناس وقريب من البطرك يعني هو لذيذ بس انا كان اخذت معي وقت تعلمت اللهجه الشماليه بدي احكي باللغه الشماليه شو بتقول مثلا؟ مثلا عودي ده اول وحده بعدين يا عدرو يا عدرو بعدين البونا جنيدي وصخوري ده بيت بلايس بدو عفق اهدان انه ادي هيك شغلت كان صعب شو بيه ان شاء الله الوطن اللي نكون ناظرينه ويكون في هيدي المحبه والايجابيه عم بتقول لجيزان انه هيدي اللهجه صغرتويه صغرتويه شمالية صغرتوية اهدنية 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 هلا فيكم تعملوا حوار انت و ايه احكي معه حدا يفهم معلش احكي معه بالكلام كيفك كيف الصحة؟ منيحة ان شاء الله مبسوطة ايش بتعمل اليوم؟ ولا جاي على حديث البلد يا طلعت معي يا شكرا تغيري والله طيبة هالماي خليك من اهدن من اهدن جايبتها معه جيزال جورج دياب مع انه اجوبتك كثير صريحه وكثير مختصره بس رح نعمل لك جورج دياب وانترفيو كذب بكذب بدك تجاوب بالقلب على كل شيء بالقلب كيف ايه؟ يعني؟ يعني بالعكس اذا منيح مش منيح ايه؟ اذا نعم لا فيش قول مثل دغري طيب يلا بالقلب لا لا دغري ما في افش دغري طيب كيفك؟ مش منيح انت مؤمن؟ ايه يعني مؤمن يعني لا
يا لا مش مؤمن. ايه مؤمن. هيدي كمان هيدي بالعكس بالعكس العكس العكس. انت مغروم؟ مغروم؟ لا. كم جريمة قتل صرت عامل؟ شي 17. منيح 17 مش كثير. انت بتأيد بالسياسة 14 أذار أو 8 أذار؟ بأيد 6 و9. 6 و9. بتحضر حديث البلد؟ كثير. لا لا يعني لا 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 درجة يا درجة كنت عم فكر انه ان شاء الله يصير في عندنا بلد حلو مثل البرنامج تبعك. تسلم هيدا شادي.